ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو فنان من الفنان المخضرمين، فنان مسرحي تلفزيوني وسينمائي البشيري بالرابح. مرحبا بك لأنفاس بريس ورمضان مبارك. وأنا فخور بكم، سعيد بالجمهور ديالكم، سعيد بجمهور أنفاس، ورمضان مبارك للجميع، وتحياتي للجميع، وشكرا لك على أنك تفكرتنا أستاذ. مرحبا مرحبا، هذا واجب. كتعرف السي البشيري يعني الطرائف كتختلف، شي طرف وقعت السي البشيري وفي رمضان بالضبط؟ هي مجموعه طرائف، ولكن انا غادي نقول وحده، لاننا كنعيشوا في زمن طرائف مع هذا التصوير الرمضاني. وهذه القضيه كانت وقعت لي تقريبا في سنه 1997، كان عندي واحد العمل وصورنا في رمضان سبحان الله، فكنا خارجين على المدى الحضاري تقريبا 21 كيلومتر، وهذاك رمضان جا في البرد، جا في يعني جا في الخريف، وكان قارس يعني كنا على البحر، فهذاك المخرج كان مريض الله يرحمه، وكان ما كيصومش رمضان، فمني جا الفطور ففطرنا، يعني باقي كنعقل داكشي واحد الفطور بسيط، يعني بالحكم ديك الساعه كانت الانتاج بسيط ماشي بحال دابا، ولكن كيخلينا بلا عشاء بلا سحور. النوبة الأولى دارها، النوبة الثانية، النوبة الثالثة، تصور كنبقاو قبل الفطور كيفطركم صافي، كتفطر مع الثمانية تبدا التصوير عاوتاني حتى الجوج الليل. ملي كيجي جوج الليل كيقول أنني غادي نمشي ندير ليكيب الرباط، لأنه كنا حنا كنصوروا في مهدية، وكان هو خصو ليكيب دائما يعني والماتيريال يباتوا في التلفزة المغربية، يعني يرجعوا يعني المقال، لأن ما كانوش كيخليهم يبات الماتيريال خارج يعني عند المخرجين بحال دابا، لان كانت التلفزه المغربيه اللي كدير الانتاج، فخصو يرد الماتيريال، ما ملي كيمشي ما كيرجعش، يقولنا غادي نرجع ما كنرجعش. ونهار يعني كتفطروا من السبعه حتى من السبعه العشيه تقريبا، والله العظيم من السبعه حتى السبعه العشيه، النوبه الاولى الثانيه الثالثه، ونهز حويجاتي يا بشير، وكان عندي انا دور مهم ديك الساعه، قال لي بشير بغادي غادي نمشي بحالاتي، انا غادي نمشي بلا ما نتخاصموا بلا حتى شي حاجه، انا هاد لي كونديسيون ديالك مش قولي غنمشي نفطر اخويا ونتعشى في الدار ونسحر في الدار، ويقول لي هو الا مشيتي راه غادي ندعيك. قلت له مزيان دعيني انا، يلا الفيديو ديالي ما معروفش شنو، غادي نتعرف على ظهرك شي شويه. والله العظيم مسكين هو يعنقني، حيت شافني مصمم يعنقني، قال لي ريح ريح، قال لي غير ما يكون على الخير. فعلا ريحنا، مني جا الفطور فطرنا مزيان ذاك النهار، بعدا كان مزيان العشاء، وجا عندي قسما بالله قال لي سي بشير باش بغيتو تعشاو، فا يعني ولينا تعشينا مزيان، جا السحور ثاني باش نتسحروا اللي جبنا الريب وهاد المسائل. كنت هو السبب، انت هو السبب، كنت انا هو السبب، ولكن للاسف انا لعبوا معايا، الحمد لله كانوا معايا شي ممثلين يعني وازنين في هذاك العمل، وما هضروش انا اللي هضرت، رغم ان كنتسمى راه زعما راني قبيح وهذا، ولكن انا تنهضر على الحق ديالي. هذه من الطرائف اللي وقعت لي في رمضان. عاد عاوتاني مثلا في رمضان ملي كنت سافرت عاوتاني للعيون، فكانت واحد الجبده وانت صايم، ولا اله الا الله ما فطرتيش؟ لا ما فطرتش، يقول لك اللي ضرب 100 كيلومتر كيفطر؟ لا ما فطرناش، لان احنا ديك الساعه نلعب زعما الشباب وهذا، كتعرف انت كتعاند نفسك، وتتكون نيت هذيك المرحله ديال انك ما تقدرش تفطر، ما تقدرش تفطر قدام الناس، وما تقدرش تفطر. فمن طرائف يعني كاين غريبين غريبين بزاف الحويجات، يعني ماشي غير ماشي غير هذه، ولكن اش غنقول لك، كتبقى طرائف زوينه هي ان 10 سنين ما كتبقيش كتخدم في رمضان، 10 سنين واحد ما بقاش يعيط عليك. هذه الطريفه اللي وقع لك دابا زوينه. ولينا يلا بغيت نسولك على الجديد الفني الرمضاني ديالك. هو كاين عندي مكاتب مع سي باسك، ماشي مكاتب مع سي باسكت، مكاتب لا وقيلا مكاتب داز دابا مع رمضان انت صايم دابا. الله يحسن العون. يعني المهم متشردين، تنظن متشردين، وعندي نيت دور ديال المتشرد، فا الحمد لله يعني ما عرفتش واش غادي تبرمج في رمضان ولا ما عرفتش بالضبط، ولكن هذا هو اخر عمل اللي درت انا، كنت صورته في يعني بقات رمضان تقريبا اسبوع. على الصعيد المسرح غتكون شي جوله في هذا رمضان؟ لا انا رمضان كنخليه دائما العباده، وعندي فيه تاثير الوليدات في العمل المسرحي، لانني كندير دائما تاثير في المدارس معروف عليا، يعني الحمد لله في الابتدائيات وفي الاعداديات والثانويات كندير شراكه مع الوزاره ديال التربيه والتعليم على جميع المدن، فالحمد لله عندي واحد المجموعه ديال الورشات في التاطير الفني والمسرحي. غير هو كيقول لك تتبقى الطريفه الزوينه ان الممثلين كيبقاو مهمشين في خصوص رمضان، وكتبقى بعض الوجوه اللي هي محظوظه والله يبارك لها والله يزيدها، وثم اننا الاكتساح التام ديال اصحاب التيك توك اللي حتى هما يعني للاسف الشديد اللي هما يعني ملي كتهضر مع المنتج ولا مع المخرج يقول لك هذا غادي يحقق لي اكبر يعني مشاهده، كانه هو ما عندوش ثقه في نفسه، وكيولي هو كيتلصق على هذاك اللي عنده جمهور، عنده واحد قال لك 2 مليون ولا 3 مليون، وهذه هي الطريفه الزوينه، على انه ولا المخرج والمنتج هو اللي كيتلصق على اصحاب تيك توك واصحاب الشهره واصحاب الروتينات اليوميه، وكيخلوا المبدعين على برا.
ما كترمدنش السي البشيري؟ لا 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 والو كاع. لا لا والو والو. دابا نيت ما ترمدنتيش دابا من يعني كتشوف هاد قله الاعمال الفنيه وكيخليو الفنان المخضرمين كما قلتي وكيعيطوا على اصحاب الميديا. حيت هنا انا 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 كنبقى نضحك، انا كنقول بكري كان يعني المخرج كي يعني هو اللي كيصنع لك الفنان وكيصنع لك الممثل وهذا، الان ولا اليوتيوبر هذا اللي قلت لك صاحب الروتين اليومي. ربما بكري دابا القضيه تطورت. لا استاذي لا بالعكس، يعني ما كانتش الميديا بكري مثلا، ما كان تيك توك لا فيسبوك لا انستغرام. لا ولكن اسمع لي دابا مثلا كنشوفوا الشباب اللي تيتخرجوا من المعاهد شنو الحظ ديالهم، كنشوفوا الدراري اللي عندهم مثلا حرقه في المسرح وتكون في المسرح الهوات ودار وخدم وعمل وما كيعيطوش عليه يعني، وكتجيب واحد اللي لا علاقه له. مثلا نعطيك مثال بسيط، ملي كنشرو الحولي كلشي كيذبح، لان مثلا السنه تيقول لك انا اللي غادي نذبح، ولكن ملي كتجي تشوف السليخ شنو كتشوف؟ كتلقى ديك الضحيه هندشها. اش نقول لك يعني مصدر في دوشه في دوشه. الله زوينه هاد الدوشه. اذا هو راه عند راسو كزار، ولكن واش هذيك كزار؟ ولكن ملي كتجيب الحريفي كيعطيك السقيطه. اذا هذا هو اللي كتشوف، كتشوف الابداع ولكن ما فيهش روح للاسف الشديد. ملي قلت لك ولا المخرج والمنتج هو اللي كيتلصق على اليوتيوبر، فسلام على الفن واهلي. هذا هو اللي بغيت نقول لك. هي الطرمدينه نيت اللي قلتي زوينه. رساله اخيره للمسؤولين على الحقل الفني، نموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوام. زيدوا في النوم ديالكم وزيدوا في التجاهل الفنان، ولكن راه الفنان كيبقى فنان مهما تجاهلتموه فهو يعني اش نقول لك مستيقظ وسيظل مستيقظا، لان الفن هبه من الله سبحانه وتعالى، يعطى لا يعطى لاي احد. فالفنان لن تقتلوه ولن تخذلوه، وسيظل وسيبقى يبدع حتى يموت ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتينا الانفاس بريس، وتحياتي ليك ورمضان كريم وللاسره ديالك الكريم. شرف ليا، شرف للجمهور ديالكم الكريم، شرف للطاقم الاداري ديالكم، وتحيه لكم. وانا فخور بانفاس، وفعلا انكم نفستموها علينا في هذا رمضان، فمجيئكم احسن يعني وسام لنا واجمل فخر انكم ذكرتونا، وتحياتي لكم. تحياتي.